المشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في أحد ليالي هلال رمضان، وبالتأكيد دائما ما يكون رمضان هو اللمة الحلوة وأن نكون هنالك الجمعة داخل الشاشة الزرقاء، شاشة قناة الهلال. دائما رمضان يجمعنا على الضيوف المتميزين وأيضا الأفكار الجديدة وأيضا المبدعين بالبلاد. سيف، رمضان كريم عليك، تصوم وتفطر على خير. رمضان كريم عليك وعلى كل الشعب السوداني، وسعيد بلمتك يا نعم. وبلمة الأحباب وبلمة الحبان. صحيح. بكل تأكيد رمضان مختلف في السودان يا وئام. نعم، عنده طعم خاص. بكل تأكيد حتى في يعني بيختلف عن كل الشعوب. صحيح. الفطور برا. صحيح. يعني دي حاجة ما يعني اختلفت بها السودان بشكل كبير جدا. نعم. دي حاجة ميزت السودان يعني. صحيح. عن باقي الشعوب العالم. نعم. بتأكيد صيف لما تصوم برا السودان ما بتحس انه مختلف شوية؟ اكيد. بل لما وطبعا قلت لك زي ما قلت لك طعم رمضان في السودان فقط. رمضان احلى بعدين من السودان. انت ما بتشربي ابري ولا شنو؟ ابري ده طبعا ما في. صحيح. ما في برا السودان. صحيح. ممكن صيف رمضان دايما بلمنا على الحاجات السمحة، صينية الفطور زي ما ذكر سيف. أيوه. في الشارع، ودايما الكرم والجود بتاعنا احنا السودانيين ما حتلقوه في اي مكان. بتأكيد ممكن صيف البلاد بتمر بأزمان كثيرة، ولكن أكيد. اللمة السمحة والخير الموجود جوانا هو الأساس. أكيد بكل. نعم. تأكيد يا وئام. نعم بتأكيد صيف الليلة حلقتنا مميزة ومختلفة. أكيد. ونحن حنتكلم اليوم يمكن عن تصاميم الأزياء، يمكن اقتصر الأناقة فقط في الماضي على النساء فقط، ولكن الآن أصبح اهتمام الرجال أيضا والنساء بالموضة يا وئام. نعم بالتأكيد، وخاصة داخل البلاد. يعني إحنا زمان في السودان كانت المرأة هي اللي بتهتم بالثوب السوداني، وهو كان التأكيد وما زال أساس الأناقة السودانية، ولكن كان كل الاهتمام على الثوب. الآن المرأة السودانية أصبحت هي مطلعة على الثقافات الخارجية، أصبح عندنا مصطلح جديد على الساحة هو الأوتفيت. كيف نعم. عامل نعم. الأوتفيت الجديد الطالع رائج في السنة. الرجال أصبحوا بيشاركوا في عروض أزياء صيف. أكيد، ونحن حضرنا قبل كده برضو عرض أزياء للرجال وللنساء أكثر كان من مرة. يمكن أول مرة على السودان. صحيح. يظهر الرجل بكامل أناقته، والشباب السوداني أصبح متطلع أكثر، متطور أكثر للأناقة وللبس ولكل شيء. صحيح بالتأكيد، ممكن حتى صيف الليلة الأوتفيت بتاعك جميل. شكرا، برضو تصميمك حلو شديد. شكرا بالتأكيد. يعني موجودة داخل حلقتنا اليوم ما بين أنا وصيف فقط ضيوف متميزين، وأيضا صنعوا اسم كبير في مجال الأزياء. المرأة السودانية دائما ما تهتم بأدق أدق التفاصيل، والرجل السوداني أصبح يبدع في فن التطريز والتلوين وأيضا الكريستال في تفاصيل العمة والملفحة والجلابية السودانية، وحتى التصاميم اللي هي شفناها كلاسيك من البدل الفورمال والبدل الكلاسيك والبدل الفني، أنواع كثيرة وأسماء مختلفة دخلت علينا. خلينا نقتحم عالم انت. نعم. تقتحمي عالم الرجال وانا اقتحم موضة النساء برضو. صحيح. بالتأكيد. جميل. ممكن يعني احنا حنرحب بضيوفنا الموجودين معانا اليوم. نرحب باسلام النو ترزي، وممكن نقول مصمم. مرحبا بك اسلام، منورنا ومشرفنا كثير. كيف احوالك؟ مرحبا بك، رمضان كريم عليك. الله اكبر. اهلا بك. المشاهدين رب يصوم يفطر على خير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يجعل السنة سنة خير وبركة علينا. على السنين الفاتت، الثلاث سنين الفاتت كانت. صحيح. سنين عصيبة جدا جدا علينا، ربنا يجعل فاتحة خير علينا، وربنا يرفع البلاء والوباء والغلاء على السودانيين جميعا إن شاء الله. آمين يا نعم. آمين نعم. كمان برضو نتعرف يا وئام على على سيد أحمد الترزي برضو. أهلا وسهلا بيك، وبرضو أنت مصمم يعني يعتبر. نعم. أهلا وسهلا. مرحبا بكم، رمضان كريم إن شاء الله عليكم وعلى المشاهدين، صوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. آمين يا رب. مرحبا بك. يمتد أيضا الترحاب سيف لي اليوم. المرأة السودانية دائما ما تكون حضور أنيق جدا في حلقاتنا. بنرحب بضيفتنا الجميلة عفاف كاروري، مصممة أزياء. مرحبا بك عفاف، منورانا، وإيه الإطلالة الجميلة اليوم. تسلمي يا وئام، إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. كمان برضو يا وئام ما ننسى فنان الجميل برضو والأنيق الطاهرة السعدابي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. أول حاجة بقول رمضان كريم عليكم أنتم وعلى المشاهد الكريم، إن شاء الله يصوم وفطر على خير. أهلا وسهلا. ممكن يعني الطاهر هو الأناقة ما فقط في اللبس والمظهر، الأناقة أناقة الكلام وأناقة الطرب، فإحنا الليلة حابين نتمتع بأناقة صوتك الجميل. تسمعنا شنو بداية حلقتك؟ أسمعكم وأسمع المشاهدين الكرام إن شاء الله. طمنا عليك. إن شاء الله دائما بخير يعني. إن شاء الله كل الشعب السوداني مطمن يا رب العالمين. ولا هم نطمن على بلدنا يا إن شاء الله يا رب العالمين. نسمع.
عليك طمني عليك طمني عليك طمني عليك قاسمني الفرح في عينيك بتخيل شوفتك بحلم بيك وبضل مشتاق لك ما لاقيك طمني عليك يا قمري الهلا في سماك يا باهي بتتجلى يا حليلك قصرت الطلا طمني عليك عليك الله يا الاغيد يا قمري الهلا في سماك يا باهي بتتجلى يا حليلك قصرت الطلا خليت الشوق فيك يتبلى ما أصدق ديما بتتغلى طمني عليك حالي طمني عليك أزعد حالي يا عد السوسن يا غالي همسك دافي ولهجك حالي ريضك طيب أحوالي يا غربة خلاص مالك ومالي يا غربة خلاص مالك ومالي يا غربة خلاص مالك ومالي كنتين الأيام أنا تصفالي طمني عليك قاسمني الفرح في عينيك بتخيل شوفتك بحلم بيك وبضل مشتاق لك ما لاقيك طمني عليك يا سلام يديك العافية الطاهر يعني ما شاء الله على الإبداع شكرا للفرقة الموسيقية المصاحبة لهذه الليلة وكالعادة الإبداع صيف داخل حوش غداة الهلال يجمع المبدعين بكل تأكيد الليلة يا وئام الحلقة حتكون مختلفة بكل تأكيد بالأناقة وبيقولوا الأناقة في البساطة أكيد صحيح بالتأكيد نعم وممكن إحنا عشان نشوف الأناقة في البساطة ولا ممكن التطور بيحصل في كل مكان هم أضيفت بعض التفاصيل أكيد. بداية سيد أحمد حابة أبدبيك وأنت خاصة ما ترزي بتشتغل حاجات مخصصة بتشتغل كل شيء زي ما نقول وما شاء الله شايفين الإبداع خلفنا ظاهر في الأعمال التصميم ما بين الرجال والنساء بنسمع عن النسوان نقتهم كثيرة تفاصيلهم كبيرة ودائما الرجال بيديك القطعة بيشيلها دائما يا كان النساء نقتهم كثيرة بالذات في التصميم يعني. هنجي نشوف الكلام ده عند أستاذ عفاف هتكون معانية منه بالتأكيد سيد أحمد التصميم ويعني أدق التفاصيل بذات المشوار كانت 200 واخترت المجال ده مع أنه قبل سنين طويلة في السودان ما كان مجال ألقى على الضوء بشكل كبير المجال أنا نشأته يعني تربيت فيه ترى رحت المجال من سنة 61 يا سلام أيوة موجود في العائلة شكله موجود في العائلة أيوة من الوالد الله يديه الصحة والعافية طول عمره فأنا تربيت في نفس المجال فطلعت لقيت إنه خلاص
دم الجلاج. لكن التصميم كان للرجال فقط ولا للنساء؟ لأنه يعني زمان كان شوية صعوبة. كان رجال فقط. يعني بعد ذلك تطور إلى بقى النساء. لأنه زمان يمكن كان صعب شوي على النساء إنه هم يمشوا للرجل إنه هو يقدر يصمم لهم في القياس، بيكون صعب جدا لأنه عادات وتقاليد كانت متشددة جدا يمكن زمان. صحيح. لكن هسه رجال ونساء. نعم. جميل. الرجال بيقوص عن النساء. الحمد لله حاجة طلعت من طور النساء دائما بيعملوا هم سواد قلق ونقنقة. لا 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 بيقوا يهتموا بأدق التفاصيل والألوان العجيبة يعني ما شاء الله عليهم. جميل. أنا عايز نشوف الألوان العجيبة والنقنقة دي عند الإسلام برضو ولا ما لسه الرجال ما تطوروا للدرجة البعيدة زي النساء؟ أنا أكثر زول يعني بكون متماشي مع الألوان الغريبة دي بالذات لأنه بصمم الشالات والعمم والعلالات. فزمان الشباب يعني ألوانهم في العلالات أو الجلاليف حاجات محددة، بيقول لك أبيض أو أوف وايت أو بيجي أو سمي رمادي أو رمادي، يعني الأسود ذاته بيجي جديد علينا. صحيح. هسي الشباب بقى ممكن يلبس البينك الفاتح، ممكن يلبس الأصفر، ممكن يلبس الليموني، ممكن يلبس البرتقالي، يعني فيها الشباب بقى ما عندهم مشكلة في اختيار الألوان وأذواق الألوان وكده. فالواحد بيجي بيختار اللون على حسب لون بشرته. أيوة. إذا مثلا بيتماشى معاه اللون ده واللون ده جديد في الساحة، يعني مثلا ما تلبس كثير، الشباب ما يلبسوا كثير، فالشباب بيقى مفكر، بيقى متطلع للحاجات الجديدة والحاجات الحلوة. فالفكر بتاع الشباب ذاته يتغير، والفكر بتاع اللبس يتغير، وتحديد الأزواج ذاته يتغير. فما زي زمان، الناس بيقت مواقبة وبيقت متابعة أول بأول. يعني زمان السودانيين أو الشاب السوداني كان مقفول في إطار معين، يعني مش السوق لقى حاجته بشيله، يعني حاجته اللي اخذتها في راسه لقاها او ما لقاها حيشيل من السوق حيشيل من السوق. هسه بيقول لا، الواحد بيجي السوق يلف لقى حاجته اللي اخذتها او ما لقى حاجه عجبته، بيقوم بيقول لك يا اخي عندكم حاجه جايكم جديده ثاني؟ بيقوم بيقول له اي عندي، فبقول لك بستنى ما مشكله، انا حاجه هسه دي ما عجباني، الالوان الجديده جايبينها شنو؟ فبيقول الالوان الغريبه الناس التركوازي، فالشباب يقول لك داير لون دكوجي، داير لون يعني فوشي، فكنا نسمع الالوان دي عند البنات نحن، فهسه بقت عاديه يعني عند الشباب. وحفظتوا الالوان دي كيف يا جماعه؟ لون زينب ده شنو؟ اللون ده بالضبط كده. السؤال دائما عند الرجال. اي بالضبط كده. لون زينب بيقولوا لك اللون ده شنو بالضبط كده، هو خليط ما بين شنو؟ استاذ عفاف لون زينب ما بين الاخضر والازرق. شفت النساء دائما يعني عارفين بيكون الحاجه عارفين جواب، ولكن الرجال ما بيكونوا ما عارفين. هل انت برضو يعني لما يجيك زبون يعني مثلا يقول لك عاوز مثلا لون كذا، انت بتكون عارفه او بيجي مع بشرته وبيجي مع كذا؟ في بعض مرات انت يمكن بتخالف الزبون مثلا في رايه، فالزبون بعض مرات بيجي عينه بتقع في قماش معين، فنضرب مثل بتاع مثلا قماش بتاع بدله، فالليله اذا كان الزبون بشرته زي بشرتي او اغمق مني شويه فما حيقدر يشيل الاسود الكاتم، حيغمق لونه زياده وما حيخلي ظاهر، فبحاول يميل على الالوان الفواتح او الالوان الشويه كده ما شايني شديد، لانه لونه يعني مايل للخضره كده. فممكن تاني يعني في اختيار اللون ذاته، في مثلا في ناس بيختاروا مثلا البدل او العلالله ما بتكون لون ساده، بيكون ميكس او بيركب لون في لون او في تصميم العلالات برضه يعني. فعندنا مثلا زي العلالة دي مركبه لونين يعني مع بعض. ايوه. فبيجي يقول لك مثلا عايز اللون ده مع لون، فتقول له انت اللون ده مع ده ما الماتشنج بتاعه ما حلو، النظره بتاعته ما بتكون حلوه بعدين انت لما تلبسه. ايوه. فنظره الناس ما بتكون حلوه الحاجة دي كده. حتى في إضافات للعلالة، يعني ما زمان ما كان كذا العلالة، يعني دائما كان بشكل معين فقط. صحيح. يعني حسي بقى أصبح في أشكال للعلالة، في حاجات جديدة للعلالة. كيف المجتمع بيتقبل الحاجات دي والإضافة بالذات إن هو مثلا ممكن يلعب في تقاليد وزي رسمي؟ يعني مثلا زمان العلالة اللي بنعرفها السودانيين أو اللي بنعرفها نحن العلالة بتاعت الأنصار، اللي هي العلالة بتكون وازعة وفيها جيب هنا كبير بيجاي بيجاي، وفيها الحركة بتاعت البوليس البليطة هنا دي. أيوة. وحاجة كده وازعة، والطاقية القنبورة كده دي، وممكن حتى البنطلون بتاعك سيئ، والبنطلون يكون قصير شديد، فتحس انه اصلا ما لابس سروال كله كله. فالشباب بيقى هسي ما داري الحاجة دي، بيقوا دارين العلالة بتكون سليم فيت، العلالة بتكون مثلا ما فيها اي حاجة، فبيقى بميل للالوان السادة اكتر حاجة، فما بحب كتير الجيوب او الحاجة دي بتكون ما في،
وبحبوا الحاجات السليم فيت او المخنصره بالمعنى العربي يعني. ف يعني احنا رجعنا لقانون البساطه من جديد. أيوة. لكن انا حاجيك في تقبل المجتمع للالوان الغريبه، لان يعني احنا زمان كسودانيين ما بنتقبل اللون الفوشي واللون التركواز يلبسوا الاولاد. حنجيك نجيب معك في النقطه دي اسلام، لكن حابه اجيك مدام عفاف. وممكن يعني المراه السودانيه الثوب زمان كان احنا اقمشتنا معروفه وانواعها معروفه، وبعدين الواننا محدده. يعني المراه السودانيه عندها الوان محدده، وممكن الالوان المحدده جرتك اللون الاحمر كان ثابت. هسه المراه السودانيه بتلقي الثوب زي علبه الوان اتكشحت فيه، ازرق واصفر واخضر وكلر فول في كل مكان. المراه السودانيه بقت متجدده، التغيير ده عمل انتعاشه في عالم الموضه. هل في جانبكم انتم شايفين الحاجه دي ادت دفعه في مجال تصميم الازياء النسائي؟ طبعا اكيد. ممكن حاليا تغيرت طلبات الزبونات؟ طيب الزبونه هي بتجي عندها فكره في راسها، الفكره اللي هي بتقول لك دي تعكس لك شخصيتها. يعني هسه انت قلتي في لون ممكن يكون عباره عن علبه بتاعت الوان انكشحت، صح؟ في ثياب ثاني ممكن تلقي فيه صوره بتاعت اسد، في ثوب ثاني ممكن تلقي فيه تصاميم غريبه، فبتحسي انه فيها جرأه، فما اي زول بيقدر يلبس الحاجه دي. لكن انت بتنفذي لها الحاجه اللي هي عايزاها، مع هو مش تعديل لكن انت بتديها نظرتك حسب خبرتك في المجال. جميل. يعني انا شايفاكي حاليا، زمان كان التوب عندنا يا اما يكون مشغول كله يا اما التوب ساده. حاليا شايفه بعض الاضافات انه في جزء مشغول وجزء ما مشغول. زي ما ذكرتي بقينا ندخل الحيوانات في الثياب، ممكن اليوم برضه انا برتدي حاجه من الحاجات دي. فالحاجه الغريبه دي في تقبل لها من كل الفئات. ايوه في تقبل لها، والحاجه دي بتسعدنا احنا جدا، لانه في النهايه الجلابيه لما اتطورت وبقت على الله، والدوب لما اضفنا له والتصاميم دي، احنا عايزين نحافظ على الارث بتاعنا ده. عايزين الاجيال الجديده دي ما تتاثر تاثر كامل بال يعني فور اكزامبل العبايات البناطلين اللبس دخل علينا جديد. عايزين الاجيال الجديده لسه تلبس التوب، فكل ما بقى فيه كل تقنيه جديده دخلت على التصميم بتاع التوب السوداني، كل ما فضل التوب موجود الاجيال الجديده حتتقبله. دي الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها. يعني بس بتواكبوا في التطور التوب احنا السوداني، نفس التوب السوداني ولكن بس بتطور فيه. يعني اسي توبنا السوداني الاربعة متر ونص ما زادت ولا نقصت، دي حاجه اساسيه. صحيح. اي باختلاف مثلا الكامل من الربط، يمكن الربط 120 سم بيلبسوه الناس اللي بيربطوا، الكامل بيلبسوه امهاتنا ال 150 سم عرض. دي ما اختلفت، دي حاجه ثابته في التوب السوداني. يمكن اختلفت انواع الخامات، زي ما قلت زمان كان في التواتل معروف، التوتال السويسري تواتل معينه. بس حاليا السوق مليء بانواع مختلفه تماما من التواتل، يعني كله توتال حسب جيبك. كله موجود اللي انت عايزاه. في خامات جديده دخلت علينا، لما انت تمشي في اي حته برا السودان عجبتك اي خامه ما عندها اي علاقه بشغل الثياب، انت عارفه انه طول الثوب 4 متر ونص وعرضه 120 سم بتقدر تجيبيه. صح، بيقدروا يقطعوا مقاطع عادي. ايوه بنشتغل لك عليه. فنحن دورنا هنا كمصممات انه اي تقنيه احنا بنلقاها بتضيف لمسه جماليه على التوب السوداني، احنا نضيفها علشان يفضل التوب السوداني ارث ويفضل كل الاجيال تلبسه. طبعا يا وئام، على عكس الرجل تماما، النساء بالذات لما مثلا يختاروا تصميم، البنت الثانيه ما بتلبس نفس التصميم طبعا. كل واحد عايز الكليه النجمه. احنا نحب التفرد، المراه ايوه التفرد. يعني المراه السودانيه ما بتلبس زي واحده ثانيه دائما. دي حاجه مرهقه للمصممه، ان هي كل مره لازم تستوحى حاجه جديده. يعني ممكن تعمل تصميم لواحده فقط، صح؟ دي حاجة بتسعدنا نحن جدا، انه المرأة السودانية ممكن تمشي السوق وتلقى حاجة مكررة تقول لك والله انا بلبس، ممكن نلقى زول تاني في المناسبة لابسه. لكن لما تجي لمصممة وتصمم فأكيد البصمة موجودة. طيب. دي ما حتلقاها مكررة تاني. نحن يعني ناس اسلام وناس سيد احمد، لما يكون واحد لابس زينا بالعكس بننبسط وبنتصور سيلفي كمان. بروحكم رياضية جدا كرجال. لا بالتأكيد. ولكن يعني ممكن حابة اقف معاك في نقطة الليلة انت مرتدياها. زمان احنا عندنا في السودان المرأة السودانية اما التوب كله يكون باللون الذهبي اكسسوار وذهب، يا اما كله يكون بالكريستال الفضي واكسسوار. انت ليلة مازجة الذهبي والفضي، وشفناه ممكن في حتات كثيرة. يعني زمان الذهبي ده عندنا حاجه ولا والفضه ده حاجه، ممكن الرجال ما حيفهمونا. المزجه بتاعت الكائن الذهبي والكائن الفضي مع بعض دي بتدي اطلاله حلوه. الفكره دي جات من وين؟ طيب جبالك انتوا اتكلمتوا في الحته بتاعت انه النسوان كلامهم كتير، والنسوان بيهتموا بالتفاصيل شديد. انتوا بتشوفوها حاجه متعبه، انا شخصيا او المصممات بيشوفوها حاجه ممتعه جدا، لانه كل ما انت حاولت تشرحي فكرتك علشان هي تنفذها ليكي، كل ما انت اديتيني انا افكار جديده بتوسع لي انا افقي في التصميم.
عرفتي؟ فلما تجي واحد يقول لك والله انا عايزه امزج فضي مع ذهبي، ما عايزه فضي برا وذهبي برا، فدي فكره جميله وحاجه مبتكره حاجه جديده. فانت كله عملت حاجه مبتكره وحاجه جديده وحاجه مميزه، اكيد انت بصمتك حتكون مميزه وما حيكون في زول زيك. نحن برضو نشوف اناقه طاهر السعدابي، انت برضو كفنان اكيد بتهتم باناقتك، وليلة الحلقة عن الأناقة. نعم. فورينا رأيك شنو في الأناقة دي مفترض كيف بتعمل. يعني الأناقة دي غير الفنانين يعني يزول مفترض يهتموا بالأناقة يعني. وما في أجمل من الأناقة. الفنان أهم حاجة بالنسبة له الأناقة طبعا. وبتختار لبساتك كيف؟ دائما في كل حفلة أنت طبعا لازم تكون لابس حاجة. لا أنت طبعا لازم في كل حفلة أو في كل برنامج تغير يعني، لأن التكرار يعني. لكن برضو يعني يا وئام، الرجل فقط ممكن يكون لابس قميص واحد صحيح. فقط، وممكن يغير فوق يعني ما بيتعب. ممكن تكون لابس جاكيت أيوة. كويس جاكيت واحد، لكن ممكن تغير القمصان، تغير القمصان الكرافتات الحاجات الزي. والأغرب يا صيف أنه الحاجة دي لو في المرأة بتظهر معادة، أما في الرجل بتديه إطلالة مختلفة حلوة وجديدة وبيكون جميل جدا. نحن يا وئام نسمع أغنية ثانية. طيب احنا طماعين جدا كويس. طيب احنا انا من هنا بهدي الاغنيه دي لكل المغتربين واقول لهم كل عام وانتم بخير، نسمع حليله اهلنا وبحديها لامهاتنا يعني. يا سلام، ان شاء الله يرجعوا بساعه خير ونتلمى كلنا ان شاء الله رب العالمين، ربنا يرضى غربتهم ان شاء الله. نسمع
والزمن فرقنا حبيبنا. تحية لكل أهلنا اللي بعاد مننا. صحيح. تحية لكل أهلنا اللي طلعوا من يعني طلعوا من حياتنا عشان شنو؟ يبنوا لنا حياة عشان يعملوا لنا كثير. نعم. عشان خاطرنا نحن وعشان يمكن المجتمع بيقى لهم ضيق شديد يا. نعم. يا وئام طلعوا عشان نحن نعيش. نعم. حياة كريمة. تحية أيضا لكل من فارق أحد أعزته وأحبائه ولكل من فقد والده أو والدته اللي هم هذا البيت رحمة والمغفرة ليهم وربنا يلم البعيدين ويجمع شمل الغائبين في أقرب وقت إن شاء الله. عودة لك من جديد سيد أحمد وبالحديث عن التصميم والأزياء ممكن أنت قلت أنها هي زي ما قلت صنعة العائلة وقمت أيام بحب الأقمشة. نعم. والابتكار ولكن أول مرة أنت صممت حاجة كانت في عمركم وكيف الناس تقبلتها أو لاقتها؟ في 2001 صممت لبسة هي ما على الله وما باكستانية يعني حاجة من الله وحاجة من الباكستانية فتقريبا من الوقت ذاك جات بعديها على الله الإسلام في دي واشتغلنا في البدلة الرجالية اشتغلنا الكاجوال برضو في 2002-2003 دي أول حاجات أنا بديت عملتها من 2003 لحد الوقت بقيت تاني شغال أفرنجي ونسائي. الفرق شنو الأفرنجي ده شنو بيقول لك؟ الأفرنجي ده البنطلون القميص البدلة. ده الأفرنجي. طيب التصاميم بتاعت البدل خلينا نقول يمكن اتطورت يمكن زمان كان في شارلستون في البنطلون دائما. نعم. كان شارلستون. نعم. حسي بقى البنطلون بيكون ضيق بيسموه كوباية يعني. نعم. فانت كيف واكبت الحاجة دي؟ هو بس الموضة القديمة بتتجدد ثاني يعني الشارلستون زمان ضيق ضيق من فوق واسع من تحت. أيوة. الكوباية واسع من فوق وضيق من تحت. نحن ممكن نتوقع الشارلستون في شوارع أيوة تتوقع حتى برضو حسب التصاميم الآن اللي بنشوفهم عند الناس تصاميم أوض يعني بتكون قديمة. هي حسي بيجوا يلبسوها. نعم. يعني حتى الكاروهات دي زمان. أيوة. في السبعينات الستينيات والسبعينيات البنطلون الكوباية ده هو أساسا البوغي زمان اسمه بوغي الثياب يبقى كوباية اسمه شنو؟ بوغي بوغلي. أيوة بوغي دي في الستينيات في السبعينات
كانت فيك كانت في حاجه في الكوبايه اسمه البوقي. ايوه يعني نحن حنشهد الشعر السوداني. عوده الشعر السوداني هنشوف الشعر الافرو الافرو هو ظهر الشعر الافرو في اصبح موضه جديده. ايوه بالتاكيد. ممكن انا حابه اجيك من جديد اسلام وبالحديث عن عوده الموضه وتجددها. ممكن في العمم والجلاليب انا يعني اعتقد انه هي ما في عوده موضه. احنا زمان عندنا الابيض والابيض الناصع واعتقد للان ممكن جلابيه العقد دي ما ينفع يدخله فيها اي حاجه بسهوله وما اي زول بيتقبل العقودات والمناسبات الكبيره. ولكن شاهدنا الشباب عكس الاهل الكبار نلقى التطريز الناعم على الملفحه وعلى العمه. لاحظنا وشاهدنا ممكن على السوشيال ميديا كثير من العرسان يا صيف ان هم يعني بيدخلوا كريستال بيدخلوا شغل شك. ايوه التفاصيل الجديده اللي دخلت في المناسبات. يعني زمان انت لو ماشي مع ابوك عقد والبسترنج اللي بيعمله انا حيقول لك انت ما حتمشي معي بالشكل. ايوه ما تضحك فيني الناس ما تضحك فيني الناس دي مناسبه رسميه وما فيها هزار. أيوة. الى الان في عرسان لحد اخر لحظه بيخلوهم يغير يلبسوا الابيض الكامل. ايوه عدم المواكبه لبعض الناس شايفه انه لا في مناسبات هي حتفضل ثوابت ولن تتغير. يلا احنا اذا جينا للعقد الاساسي لحظه العقد ذاتها جلابيه العقد هي ما تغيرت لحد الان عندها هيبتها وما تتغير. الجلابيه البيضاء هي الجلابيه البيضاء بس التغيير بيكون في الملفحه اللي تلابسها او العمه اللي فيها في الديزاين بتاع العمه ذاته. زمان كان الديزاين بتاع العمم والشالات خط كده تحسيه زي الخط المعمول بالبهيه او اللون كده او منه فيه نفس خفيفة. اللون ايوه فهسي يعني الشباب السوداني يطلع والناس بقت يعني تشوف في السوشيال ميديا وتشوف في 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 في, في التلفزيون ان في يعني في فاشن ديزاينر فبيصمم حاجات جديده بيشوفوا حاجات بيعملوا حاجات جديده فالناس بقت تحب انه تغير من الحاجات التقليديه القديمه دي. فيعني ما ممكن انا اكون لابس لي حاجه عاديه جدا جدا ما ملفته للنظر فلازم العريس يكون يعني لابس حاجه جديده حاجة جميلة حاجة مثلا يعني تكون ملفتة. يعني أسي مثلا عندنا يعني أسي الموضة الحاصلة هسي عندنا زي طقوم العمم والشالات الهسي دي الموجودة أمامنا يعني عندنا درجة الألوان ذاتها اختلفت عن الألوان الزمان. أنا شايفة في لون على بينك كده وبلو وأورنج وأخضر. أيوة 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 زمان كان اسود وبني اسلام بس اسود وبني وكبدي الكبدي الباهي ده ذاته ما يعني ده كان الكبدي الباهي زمان بيقولوا ده توب. ايوه زمان كان حيقولوا ده توب ما حنلبس الحاجه دي. ايوه فعلا حتى الابو ذاته ممكن يطرد الولد من أيوة لو لبس لون زي ده بالمناسبه تقبل كبير جدا. أيوة. برضو يا اسلام نحن لو اتكلمنا عن تفاصيل العقد حس حاليا نحن بنشهد في يعني حاجات دخيله برضو على التفاصيل الدقيقه والتقاليد السودانيه. بنلقى انه العريس لابس زي عباية سعودية. أيوة عباية سعودية. أيوة. كده مطرزة. أيوة. هي ما تقاليد السودان صراحة ما تقاليد. أيوة. ولكن عمانية. أيوة بالضبط كده يمكن هي مستوحى. أيوة. من سودان. أيوة. العالم الثاني. أيوة. أيوة. فالحاجة دي بقت دخيل على المجتمع السوداني ولكن في طلب كبير جدا من العرسان للحاجة. أيوة. دي وبيظهر بشكل كبير جدا العريس اللي بيكون لابس. أيوة. الحاجة دي بيكون مميز. يعني حاجة بتميز العريس من باقي الناس. يعني ممكن العريس يعني الحاجة ظهرت لأن العريس ممكن يكون خاشي العقد أو خاشي الحتة اللي فيها العقد المناسبة فما بكون ظاهر. يعني حتى في ناس بكون بعرفوا العريس بيكون جايين ضيوف لي. أيوة. لأبوه أو لخاله أو لعمه أو كده أو كده يقعد يفتش في الحنة. أيوة فالناس بقت تميل إنه العريس لازم يلبس لي حاجة ملفتة أو حاجة غير من الناس اللي لابسينها. فممكن أنا ألبس عمة وشال يعني بالألوان غريبة ممكن يجي زول تاني عالي لابسهم فالعريس لازم يتميز بحاجة تانية. فبقت العباية دي العباية المطرزة أو في البداية هي بدت يعني ك السديري في البداية الحاجة كان السديري عادي السديري بتاع أهلنا هناي ديل في الشرك ديل تاني أضافوا عليه السديري ذاته يطرز بالجنبات هنا أو كريكامة كده نازلة بعد شوية الناس بقت تلبس السديري عادي مع العريس فبعد شوية العريس بقى بيلبس العباية الكاملة. أيوة. بتكون مطرزة كاملة اللي هي الثقافة العمانية. فبقت حاجة جميلة وحاجة ظريفة لكن بطبع السودانيين الحاجة الدخيلة عليهم ما بتستمر
مسافة طويلة فبتتغير ما زي حاجة حقتنا الأساسية. السدير يا هو السدير الناس لابسينه من زمان وحتى بيلبسوا تاني هو ذاته بلف بيجي بلون تاني بفكرة تانية هو السدير يا هو السديري. نعم ولكن إسلام يعني زمان كنا بنشوف التميز في العريس الناس كلها بتمشي باللون الأبيض واحد العريس هو بيكون مميز زي ما قلت الناس بقت بتنافس في المناسبات. أيوة. هل بيجيك يعني هل جاك قبل كده زبون أو عريس خاصة لأن هم اللي بيهتموا أكثر أيوة. وأصحاب العريس أيوة. قال لك يا أخي أنا عندي تصميم في بالي أنا أيوة. عايز أعمله أيوة. بتنفذه ليه؟ فالعريس بيجي بعض مرات بيقول أنا عايز مثلا تصميم للعقد وكم تصميم للحنن صحيح حقتي يعني عايز العرلة بتاعتي تكون مثلا يعني لون ليموني لون مختلف الليموني عديل بتلبس في حنة أيوة في الحنة بتاعت العريس بيلبس لون ليموني. طيب اللون الليموني ده لما أنا أكون يعني لو بشرتي يعني مثلا دارك سكين يعني أو أيوة. يعني غامقة أيوة. كيف بيكون اللون بيكون كده غريب شوية الليموني الرجالي ما الليموني الشايني بتاع البنات الليموني الليموني ذاك ممكن نقول ليموني لايت كده ليموني على زيتي كده يعني ممكن الليموني ده بينفع مع اللايت سكين اكتر او البشرة الفاتحة أيوة اكتر أيوة. ده ممكن ده ينفع معك لا ما ينفع معك طيب لو جاك العريس ده وقال لك انا عايز اللون ده يا اسلام وعمله لي بتشور عليه بلون تاني والله على حسب بشرته بتحدد في ناس بقول لك الا ده في ناس مصممة بس الا مثلا داير اللون لانه عاجبني وكده 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 فبحاول يعني اتكلم معاه يعني البيئة اللي هو جاي منها او العريس بتاعه هيعمل وين هل مثلا إذا هتعمل في الخرطوم هنا ممكن تلبس اللون ده عادي مثلا هتعمل في الجزيرة ولا بترضوك الناس والله بيدقوك فما في داعي تجازب بنفسك وتجازب بحياتك يعني انتوا الأساس التحية لها في الولايات تعملوا انترفيو قبل ما تصمم أيوة 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 صح؟ شكله فيه ماشي وين؟ جاي مين؟ أيوة صحيح حتى المناطق في الخرطوم بتختلف أيوة تختلف من حتة لحتة إني أنت ماشي العرس دوام صح؟ أيوة فعلا أنت تكون لابس الحاجة فعلا صح ممكن إحنا حابين نمشي لمدام عفاف واختلاف المناسبات اللي بنتحدث عنه زمان أم العروس وأم العريس بيلبسوا التواتم يعني كان عندنا عيب تقول لك أنا مرة في سني ما بتلبس حرير وما بتلبس حاجة خفيفة والعروس ذاتها كانت في جيرتي قد تلبس الأحمر ومعروفة ألوان حاجة الأمور اختلطت بقت أم العروس بتنافس العروس والعروس ذاتها بتلقيها في جيرتي ممكن لبسة أصفر لبسة أخضر التغيير الحصل ده هل هو كان سبب من أسباب أفكار المصممات ولا إحنا اللي بقت الزباين بيجوكم ما أوردي عندهم أفكار جديدة متبنة والله هو من الاثنين في ناس عندهم الأفكار لأنه هما يعني يغيروا من الشيء التقليدي زي ما أنت قلتي توبة جيرتك كان معروف أحمر بالذهبي باختلاف درجات الأحمر ليه؟ لأنه الجدلة كانت بالذهبي فخلاص طقيمة مع التوب الأحمر كان ثابت جاته العرف بتاع تقليد الجيرتك الأحمر أيوة حتى الكوشة اللي وراها ممكن تكون برضو أحمر بالذهبي وكده صحيح الكوش اختلفت الجدل ذاته بقت تيجان وإكسسوارات بالريمبو بالألوان المختلفة ودخلت فيها ألوان مختلفة بعد ذاك خشت الألوان كانت الثياب المختلفة العروس ذاتها بقت عايزة تتميز ليه لأنه زي ما أنت قلتي بقى كل الناس في المناسبة عايزين يلبسوا ثياب مميزة ممكن تفوها حتى ممكن تفوها فهي عايزة تتميز بس بقت التميز في العروس بالكترة تتميز أكثر حاجة منه توب ملان شديد لكن ما زال الأحمر بالذهبي عنده هيبة أيوة لكن دي ما مشكلة كبيرة المعازيم لو طيب جو أحسن من العروسة دي بتحصل مصيبة بالذات إحنا النساء في وسط النساء يعني أنت زي ما ذكرتي يا وئام قلتي إن أم العروس بتنافس العروس ذاتها حسي يا إسلام يا سيد أحمد أنت بتنافس الوالد؟ لا طبعاً صعب شوية شفت يعني إحنا مجتمعنا كيف؟ أيوه. إحنا برادة مجتمعنا بسيط جداً لا إحنا النساء عندنا تفاصيل كثيرة بل عايز بنلبس زي بعض كمان لا إحنا عندنا تفاصيل تفاصيلكم نعم صعبة شوية لا هي ممكن العروس زادة تكون بتفتش لأمها على توب قبل ما تفتش توبة هي زادة يقول لك انا عايز التصميم ده لامي انا عايزه امي اليوم ده تكون طيب. لابسه كده هي العروس بتقول لك انا عايزه لامي ام العروس زمان بتجيك بتقول لك والله يا بنتي عايزه شغل حلو على توتل وما يكون كثير الحاجه العاديه اي ما يكون كثير دي ما يكون كثير لو كثير ما حلبسه كده ادوك التهديدات تحت الامهات اللي لو كده ما حلبسه فحاليا ام العروس لما تجيك بيجي الطلبات مختلفه امهات العروس بتطلب الوان غريبه وشغل امهات العروسات ذاتهم بيجوا صغار ما زي امهات العروسات الزمان بصراحه يعني اي فالواحده بتجي تقول لك انا ام عروس ف لو قلت لك انا اخذ الكبيره ممكن تصديه فبتحسي انها من حقها لسه انها تلبس وتتميز وكده بعد ذلك كل ما كانت درجه قرابتك بالسيده المناسبه كبيره وقويه من حقك انك تلبسي الحاجه المميزه والبصمه اللي بتميزك عن باقي الناس صح
طيب نحن برضو حننتقل لسعد أبي، برضو عاوزين نعرف هل يعني مكان الحفلة أو الحفلة بتحدد لك إن أنت تلبس شنو بالضبط، ولا بتلبس على حسب يعني الحاجة اللي أنت عايزة؟ الله، مرات الحفلة بتحدد لك طبعا، بتحدد لك في هنا في ناس بيكون طالبين إنك تغني هنا سيرة تلبس، لأنهم دارين يعرضوا يعني ما ممكن تي يعني العرضة والحاجات دي بتلبس لها جلابية. جلابية على الله. طيب الغنى الثاني ممكن تلبس بدلة، يعني ما بدلة. ممكن تلبس بدلة وتغني سيرة. بغني ما فيها حاجة. لكن بتكون لك انت كده يعني في إحساسك يكون أجمل لما تكون لابسة زي البلدي أنت بتغني في السيرة وكده. طيب الوقت كيف؟ مثلا لو حفلة بالليل بتلبس شنو؟ حفلة بالنهار ممكن تلبس شنو؟ والله طبعا بالنهار ده اللبس بيختلف من بالليل يعني، لأن أكيد. في ألوان بتاعت سهرة أنت بتلبسها بتتناسق مع الإضاءة وكده، لكن بالنهار بتلبس ألوان عادية يعني. الطاهر، لكن في اتهام موجه للفنانين أنه في بعض الفنانين لو الحفلة في صالة بيلبسوا بيكشروا بيعملوا أو تفيد فظيعة. أيوة. لو في البيت بيقول لك والله الفنان جاني بأقرب قميص وبنطلة. أنا شايف أنه الفنان ده مفترض يلبس بيه حتى يعني. لازم تلبس يعني. ما تفرق بين الصالة وبين، لأن الناس بتشوفك. الصالة دي شفنا الفنانين بيسوقوا معهم فوتوغرافيين عادين يا طاهر. ده نوع من الإعلام. وليه ما بيتصوروا في الصيوانات؟ يعني في ناس بيشوفوها حقارة. الساعة واحد من الناس بيحب يشتغل في الصيوان وبيستمتع جدا لما يلقى الناس في الصيوان يعني. هو عرس البيت ما في احنا بنياها عاداتنا وتقاليدنا. اكيد بتأكيد أكيد. اكيد اكيد نحن برضو عاوزين نسمع، ولسه طماعين ان احنا نسمع منك. احنا نسمع حقيبة والنظرة. نرجع لعاداتنا وتقاليدنا يعني. نعم. نسمع. مصدر شوقي ومصيبتي.
نفسي الكبرى هم مصدر شوقي ومصيبتي الكبرى بالحب أبلاني وكمان خلاني بريت أبلاني كمان خلاني جذبتني كنونه وبقيت مجنونه من أول نظرة يعني بجد من أول نظرة صحيح. ومن أول انطباع الزول بيحدد من شكل الزول بيحدد هو شنو من هندامه صحيح. يا نعم وإحنا الليلة كمان من الصوت الجميل يعني بجد الطاهر حدد لنا أنه الليلة سهرتنا تكون رائعة جدا وممتعة جدا شكرا لك الطاهر شكرا لفرقة موسيقية المصاحبة شكرا على هذا الإبداع الجميل أكيد نعم أكيد صحيح. ورائعة بكل ضيوف الموجودين معنا نعم. بسيد أحمد وبإسلام وبأعفاف وبرضو بك يا سعداب صحيح أكيد كيف قاعد تهتم بالمصر بتاعك وبتختار انه انت الليلة ماشي مناسبة أكيد. او انه اليوم انت عندك برنامج محدد بتختلف اللبسات عندك اكيد كل ما لكل مكان لكل مقال مقال بالضبط كده صحيح فلكل مكان انت بتحدد لبسك شنو يعني انت لو ماشي انترفيو لازم حس حاليا ان انت تكون لابس فورمال. اي فورمال لابس فورمال بنطلون قميص شكل قميص وبتمشي عشان تعمل معاينات يعني ما ممكن تلبس سبورت في صحيح. انترفيو دي ده حاجه مشكله كبيره جدا يمكن كانت بتواجه الشباب السوداني صحيح. يمكن زمان لان هم ما بيهتموا مثلا كانوا زمان ما كانوا بيهتموا بصوره كبيره جدا في شكلهم وبيمشوا نعم. انترفيو فكانت الحاجه دي يمكن دائما ما
تطلعهم خارج الإطار. صحيح. فدي حاجة كتير. الإطار نعم. الوهلة الأولى للشخص نعم. هي تحكس مدى جديته والتزامه إلى سبيل العمل أو على نعم. سبيل حتى المناسبات الخاصة والمناسبات العامة. سيد أحمد، ممكن كنا نتكلم حاليا عن أنه لكل مقام مقال. نعم. يعني ممكن يجيك شخص مثلا عايزك تصمم له، أو بيت مثلا عايزك تصمم له حاجة محددة، وانت بتسأله مناسبتها شنو، انه الحاجة أيوه. دي هل هي مناسبة ولا لا. ايوه بتشوف مع المناسبة، طبيعة المناسبة، هي شنو في المناسبة، هي ذات شنو في المناسبة. أيوه. وضعها يعني أيوه. هي قريبة ولا بعيدة، أخت العروس كده صح. ايوه ايوه فكل ما كانت هي قريبة كل ما الحياة كانت مكلفة أكثر. يعني عشان ما يجي زول ثاني تطفيها وما تيجي واحد ثاني تطفيها، فما ممكن صاحبة العروس تكلف نفسها شديد زي أخت العروس أو زي في أسي بقولهم شباين ديل بيكونوا تبع العروس أو تبع العريس، بيكونوا لابسين طقم كلهم سوا بعض. مدام جيتني للشباين، أنا حابة أقف معك في نقطة مهمة. يعني على قول الصيف إحنا بنحب نكون شباين، نلبس زي بعض بس ما نشبه بعض. المشكلة المعتادة أنه كل يعني عايز نلبس لون واحد، بس أنا أطلع أحلى من بتخالتي وبتخالتي تطلع أحلى مني، فبتجي تقول لك والله يا سيد أحمد إحنا مثلا لوننا الأحمر. نعم. لكن كل واحدة فينا عايزة قصة مختلفة، تتصرف كيف مع الحاجة. لا لا لا، الشباين دي قصتهم واحدة ولونهم واحد، بس ممكن يكون مكياجهم غير. أنت كده عندك الشباين يلبسوا مع بعض، الشباين مع بعض كلهم أولاد وبنات، نفس أيوة. نفس اللون، نفس القصة، نفس أي حاجة. ممكن الحاجة دي جميلة عند أخواننا الجنوبيين، يعني يا صيف إنه كلهم حتى التسريحة والميك اب بيكون واحد. نعم. لكن عندنا مشكلة كبيرة هنا، لازم تكون الثانية دي أحلى من دي، ودي تمشي تنافس حتى لو لبسوا زي بعض. لازم يكون في اختلاف. الشباين لون واحد، تصميم واحد، قصة كله واحد. يعني حتى بعض المرات بيكون البنات فيه سمينة فيه ضعيفة. أيوة. يعني كيف بتضبطوها؟ يعني بيكون الحاجة ما يعني ما مناسبة معاه، لكن شنو الشباين يعني ترضى بالمكتوب، يلا ترضى بالمكتوب في شباين خلاص. طيب يا سيد أحمد، يمكن نحن بنعرف إنه المصمم دائما هو بيكون أصلا في الأول رسام. صحيح. عشان هو بيقدر يستوحي، بيقدر يرسم الحاجة. نعم. بعد ذاك يعمل. هل أنت بترسم برضه؟ أنا برسم يعني على خفيف. لكن في بيساعدني في رسوم للازياء. يعني انت بتحدد شكل الزي اللي انت حتعمله الازياء. انا عندي مثلا رسام بقوم بديه الخطوط العريضه وهو بيرسم عليها، وبنتفق يعني بنقعد بنتفق على الحاجه. الخطوط العريضه زي شنو؟ زي مثلا الالوان بتقطع. الالوان التفاصيل. ايوه التفاصيل، مسطر، القماش، كاروهات، شكل القصه يعني تكون كيف. بتديه حاجه من خيالك وبقوم بنفذها. يعني انت بتستوحي من شنو؟ أيوة. طيب بتستوحي الحاجات دي من وين؟ يعني اغلب الحاجات دي موجوده في الطبيعه، يعني مزج الالوان ذاته في العصافير، في الحيوانات. صحيح. صحيح. ممكن ربنا يعني سبحان الله ادانا يعني هي الطبيعه استوحاء. أيوة. لكل حاجه. حاجه هي في الطبيعه موجوده. نعم. ممكن سيد احمد انا حابه اجيك وقف معك بعد شويه على شكل الاجسام، اختلاف الاجسام. واحنا سامعين انه في جسم الكوميسرا، الجسم اللي هو بسموه ممكن البلوك. أيوة. في اسماء كثيره. نعم. رجالا ونساء، انا حاجيك ليها. لكن اسلام ممكن اشوفكم نتكلم عن الشابين النساء، في شابين رجال الفتره الاخيره. ايوه. وشابين العريس في الحنة بيعملوا عمايل بيكم. يعني بتلقى فيهم مسلمين الحنة اكثر من الاهل والحجيج والبتاع. صحيح. وكده يعني. لكن على قول الصيف الاولاد ما عندهم مشكله، ممكن عادي يقول له لا البس زيه عشان كده احلى. في منافسه ولا ما كده يا اسلام؟ والله حاجه دي ما طوالي. في ناس بيتفقوا في الحاجه، في ناس ما يقول لك لا. نحن نلبس الالوان يعني اللون يكون نفس اللون، لكن الديزاين ما نفس الديزاين. عايز يختلف. ايوه عايز يختلف الديزاين شويه، بس اللون يكون اهو عشان يكون زي ما بقول شنو مقفل مع لون العريس كده يعني. نعم. جميل. نعم. حابين نجيك يعني عفاف، تصميم الثياب من الاعمال الما سهل، تحتاج كثير من الزمن، لانه اي شغل هاند ميد يعني ممكن بيقول لك ليه مثلا الثوب السوداني غالي، لانه ممكن شغل الهاند ميد بياخذ كثير من الزمن والمجهود. يعني الاشابين المدامات ظاهره جديده، زمان انت مدام ممنوع تكوني جبينه. يعني انا واحده من الناس من تزوجت بنت خالتي منعونيت عن اني جبينه. الموضوع انتهى. لكن هسه شايفين ما شاء الله المدامات بيجوا يعملوا ثياب اشابين مع بعض. كيف بتقدري توفقي ما بين كل واحده عايزه اللون لا ده افتح درجه ده اغمق درجه، كلهم عايز يكونوا قريبين لبعض لكن ما شبه بعض، دي كيف بتقدري تستغلي؟ هما ما خلاص جايين متفقين على اللون. بعد ده بيختلف التصميم. يعني انت ممكن تدخل في التصميم الوان هي تقدر تعمل ماتشنج مع الاكسسوار او مع حاجه ثانيه او مع الطرحه او مع اي حاجه ثانيه او مع الميك اب، تقوم شنو تفتح لها لون بشرتها مثلا. ده على حسب اختلاف البشره. لكن طالما هم جايين مختارين تصميم واحد
ومختارين لون واحد فما حتقدر تغير الحاجه دي لانها هي حلوه وبتميزهم. هم عايزين يكونوا مميزين في الحفله. لكن في حاجه قبل انتوا قلتوها, قلتوا الرجال روحهم رياضيه وما عندهم مشكله في الحاجه دي. انا ما حصل جوني ناس اشتغلت لهم تياب مع بعض كان عندهم الحته بتاعت الغيره دي بتاعت النشوان دي. بالعكس يعني حتى لو جات واحده منهم شافت باقي التصاميم بتاعت تياب اخواتها بتقول لك دي توبه خفيف زيدي ليها دي من هنا ما اي. وحتى لما نجي يلبسوا دي بتصلح لي دي تسريحات ودي بتصلح لي دي مكياج فحيني ما شفتها. نحن دايما معرضين للاتهام يعني اي فده اتهام ما حقيقي حقنا بصراحه. نحن بنحب بعض وبنساعد بعض يعني. لا لا ده كلام ساي, ده كلام ساي. في العرس هناك بيختلف الكلام. لا هم جروب في الاعراس بيختلف. بنات الخالات ممكن يصلحوا لبعض الاخوات لكن ما يكون مع حزب اهل العريس لا بيكون اكيد في اختلاف. اكيد طبعا. طيب يا عفاف هل مره جاتك يعني مثلا زبونة قالت لك أنا عاوزة تصميم الفلان الفلاني وإنت شايف التصميم ده ما جاي مع شكلها أو ما جاي معها هي وقلت لها الحاجة دي ما بتجي معاك وكذا؟ أيوة حصل أيوة حصل كثير بيحصل كثير. يلا هي الحلوة في المرأة السودانية إنها أصلا لما تجي بتجي ما حاسمة أمرها بتجي عايزة لا مش مترددة بتجي عايزة جزء من خبرتك في الموضوع فبتقول لك يا أخي أنا عايزة بيجي حلو فيني اللون ده. فمثلا لو في تياب سادة انت ممكن تديها كم توب تلبسه وتقول لها شوفي في وشك كيف اللون ده معاكي كيف ده جاي معاك لحد ما تختار اللون. اذا اختارت حاجه مثلا بعيده شديد من بشرتها او حتكون ما لايقه معاها او الوان مع بعض ما جايه انا بديها رايي في النهايه وبحاول بقدر الامكان اقنعها لان في النهايه ده اسمي انا. يعني تمشي لابسه التوب في المناسبه اي زول حيسالك ولا ده صممه لك منه ما حيقولوا فلانه لابسه توب شين حيقولوا تصميم فلانه ما حلو. وبعدين ما شاء الله احنا عندنا في السودان حاجه سريعه جدا في لو انا صممت لوحده توب ما حلو بيومين السودان خلاص كده انتهت عشان كده. طيب الحاجه دي بترهقك اكيد؟ والله هي مرهقه وممتعه في نفس الوقت زي ما قلت لك هي بتديك ايحاءات وتوسع افقك في المجال ده شديد. فكل ما جاتك يعني احنا مثلا جاتنا قبل كده واحده عايزه توب ابيض لزفاف ولظروفها هي الخاصه ما عايزه الزفاف. ده تحدي كبير جدا انه تنافس فستان الزفاف بهيبه أيوة. كبيره فده تحدي لنا ان احنا انه نحن نعمل توب ينافس فستان الزفاف وان هي تكون مميزه في نص الحفل. شوحتيني اشوف التوب يعني دي حتكون حاجه جديده وحلوه شديد. ايوه توب بدل الزفاف حتى يعني يعني صيف عندنا بعض السيدات المطلقات او اللي عندهم ابناء لما يجي يعيدوا تجربه الزواج ما بيحبوا يخطوا روحهم في حيز الزفاف مره ثانيه. أيوة. ما بيحسوا بخلاص حق بنات اصغر. نعم. ايوه فعلا. والبسوا ثياب التحدي ده ايش تسوي كيف؟ والله التوب طلع جميل. هو طبعا قبل ما يطلع للناس الناس كانت بتكون متخوفه منه لكن في النهايه لما طلع ويتلبس كان فكرة جميله جدا. طيب برضو يا عفاف في بعض المرات التصميم بيكون حلو شديد لكن ما بتجي مع الوحده كده فلانه لابسه الحاجه دي ما جايه معاها لكن التصميم حلو شديد فبتخصم الحاجه دي منكم يعني؟ ما بتخصم مننا لانه ما شاء الله تبارك الله المراه السودانيه نظرتها ساقطه. يعني حتى لو الوحده لابسه توب ما حلو فيها علشان هي ما لابسه كويس يقول لك والله توبه كان جميل لكن هي بس ما عرفت تلبسه. أيوة. بصراحه يعني صح الحاجه أيوة. دي موجوده. طيب استاذ عفاف دائما انتم لما عاوزين تعرضوا تصاميمكم بتستعرضوا تصاميم في وحده جميله جدا بتكون جميلة وبشرتها دائما بتكون فاتحة دائما بتكون كده يعني لايت سكين يعني ما ليه يعني انت يا صيف خليك واضح زمن الغطغة تلبس ديش انتهى لهم واضحين الموديل زمان في الموديل اللي أيوة. ما شاء الله جسمها أيوة. ملان وحلبية زمان موجود يا جماعة الموديل السمراء موجودة الموديل السمراء موجودة وفي بعض المصممات يعني وزغات من نفسهم لدرجتين الواحدة بعد ما تمشي وتصور والتصوير ده مكلفة قروش صح؟ بعد التصوير بتقوم بتشيل رأس الموديل برا لأن هي وزغة إنه الناس عايزة تشوف تصميمها بس فما أنت لما أنت تصممي ممكن تعرضي تصميمك ده على واحدة سمراء ولا لايت سكين؟ ممكن جدا على واحدة سمراء؟ ايوه ما انت بتشتغل للناس اللي بشرتهم سمراء وللناس اللي بشرتهم فاتحه فهي الناس اللي بشرتكم سمراء يا هدا عندي انا تصاميم لبشرتكم دي موجوده. لكن احنا دائما بنشوف يعني في وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. كثير كثير من التصاميم بتعرض على ناس معينين بتفاصيل معينه صحيح. في كثير من بتكون الناس دي عاملين يعني معظم النساء اللي بيعرضوا التصاميم دي بيكون عاملين عمليات تجميل صحيح. خلينا نقول الكلام بالشكل ده. لا صافي يعني انا لا اتفق معك المراه السودانيه جميله مهما كان باي شكل انت بتقدر تتحكم في الموديل تقول لها يا اخي خلي بشرتك سمراء. اللون الابنوسي بدا يغلب بصراحه وابتدى يظهر كثير في موديلات كثيره واللي مش يوم حلو
أكيد. لبس المندال ده أكيد. الطالع نعم. جديد ده وفيه صحيح. الوان كثيره وفيه شغل كثير، عايز بشره سمراء بيظهر فيها احلى صحيح. لانه بطابع بيميزنا نحن الافارقه. نعم بالتاكيد سيد احمد، يعني التصاميم احيانا بتجي باختلاف الموسم اللي احنا فيه، اذا كان صيفي او شتوي كل موسم عنده الوانه، ايضا اختلاف الاجسام بتختلف ما بين طويل وقصير، وكمان التونات اللونيه. لما ترسم تصميم لزبون هل بتخط انه التصميم ده ممكن يعني احيانا زول بيصحى من النوم بيكون عنده تصميم فكره جات على باله، بترسم التصميم وبعدك تشوفه مناسب مع الكاستمر بتاعك، ولا يعني بتخط في حسبانك كل الاشياء دي قدامك حتى بترسم تصميمك؟ في ناس بيجي اوفر شديد يعني بيجي بتصميم اوفر خالص انت ما تعرف خيالي. اما اي ما تعرف تعمل شنو، فبتقول لها برد شويه وتدي خيارات قريبه من الحاجه اللي هو عايزها تكون يعني مقبوله واحسن بالنسبه له، فبقوم يعني اختار معك عايزه وعايزه اذا حاجات بسيطه اذا حاجة جاك تصميم كده حاجه غريبه شديد. في ناس كتير بيجوا اي اغرب تصميم جاك شنو؟ ارديه شباين لابسين ارديه شباين اي مع قمصان بعفريته مع بيبيونه رجاليه الحمد لله رجاليه فهرس هاي نعم لابسين ارتي ايوه صممتها ايوه اشتغلت اليوم بالوان كمان يعني ما قلت لهم انه الحاجه دي ما مناسبه والله جميله طلعت والله طلعت جميله جدا على روضه كده. في حاجات بعض مرات الواحد ما بيكون متوقع ان هي أيوة. ممكن تطلع بالجمال ده أيوة. ولكن فجاه كده بيظهر يعني في اقمشه شكلها انت لما تشوف قماش ما يعني تستغرب لما تيجي تتخيل تصمم تتنفس تطلع غير خالص. طيب استاذ سيد احمد، يمكن كتار من الناس بيلبسوا بيجوا يقول لك مثلا انا عاوز النوع القماش ده، وهو مثلا بيكون يعني الارقام بتاعته قصير يعني فهمت، فبيجي بيكون مثلا خطوط عريضه دي بتاثر بصوره كبيره بتأثر جدا ايوه، فكيف انتم بتتعاملوا مع الحاجات دي؟ لا الزول القصير ده بتلبسه حاجه طولي بطولي يعني عشان يسهر شويه طويل صحيح أيوة. الخطوط العرضيه بتقصر والطوليه بتطول أيوة. دي حقيقه يعني نعم. يعني الحاجه دي نعم. حقيقه أيوة يعني بتقصر. وبالنسبه لمنطقه البطن بالنسبه لزول يعني مثلا مليان جدا هل كيف انتم بتقدروا تعالجوا ده؟ في معالجات برضه للحاجات دي مثلا بيكون مثلا هنا مخفي بدارك مثلا لا ولا سين ده يضعف يعني لازم الرجل السوري يمارس الرياضه لازم ما في لا في كثير في يعني في طرق اكيد في معالجه وزول عنده بطون عنده حاجات زي دي ما بيهتم بالفشل لا الحمد لله طيب جميل احنا حنجي نجيب معك اسلام في هل في معالجات كده بنخفي بها بعض العيوب في جسم الانسان ولا لا وفي تصاميمك حقيف معك على الاكسسوارز الرجاليه ممكن واحده من اليوم انت ماخذ بعض أيوة. الاكسسوارز معك أيوة. لكن حنمشي للطاهر الطاهر يعني صيف كان بيحاول يلقى معالجه لموضوع السمنه شويه يعني هل احيانا بتخلي لبسك لو وزنك زايد تتغير من وزنك يكون عادي؟ ما انا عن نفسي ما قاعد ازيد سبحان الله الحمد لله من الله يعني لكن لو زدت اكيد الزول لما يكون يعني وزنه زاد بيلبس الوان دارك عشان بخفي اكثر شيء نصيحه اللي قدم لنا صيف يا جماعه علاقه السمنه بالالوان شنو يعني مثلا الضيق مثلا بيكون شكل احنا غايته في النساء عندنا لما تكون عايز تخسي اكثر بتلبسي اسود صح يا مدام ايوه الابيض فعلا هو بظهر الزول أيوة. بوزن ازيد صحيح جميل تسمعنا شنو الليله طيب طيب نحن نسمعكم اسهل شيء في الدنيا يا سلام نسمع زول دي هو إحساسك يبقى العريض والطول أسهل شي في الدنيا إنك تريدك زول دي هو إحساسك يبقى العريض والطول لكنه أصعب شي ولا أصله ما معقول أصعب شي لكنه أصعب شي والأصل ما معقول تهدين وبغترين يهديك للمجهول يا أسهل شي في الدنيا
الدنيا شايل هموم الغير والعلية تقيل حميني حتى السير مش كنت في الدنيا شايل هموم الغير والعلية تقيل حميني حتى السير قندول هوايا الشال مزروع في أرض قرير قندول هوايا قندول هوايا الشال مزروع في أرض قرير خايف أنوم وأصحى ألقاه نقض الطير يا أسهل شي في الدنيا فيه إحساسك يبقى العريض والطول لكنه أصعب شيء أصله ما معقول تهديل وما غتريت يهديك للمجهول يا أسهل شي في الدنيا تشكي لو كنت تقدر تشكي قل لي تشكي لمين مدام كتار زيك شربوا العذاب بالهين لو كنت تقدر تشكي قل لي تشكي لمين مدام كتار زيك شربوا العذاب بالهين وكنت تشوف غريب يا ذاك غاب غوسين وكنت تشوف غريب تسرح تقول بختي تلقاه باكي حزين يا أسهل شي في الدنيا نكتريت لك زول فيه إحساسك يبقى العريض والطول لكنه أصعب شي والأصل ما معقول تهديل وباغك ريح للمجهول يا تهديل وباغت ريت يهديك اوي تهديل وباغت ريت يهديك تهديل وباغت ريت اوي تهديل وباغت ريت يهديك للمجهول يا تحية لك طاهر وتحية لفرقتك الموسيقية اللي أبدعت فعلا ونحن بنقول لكم رمضان كريم وبرضو عاوزين نسمع دقة المسحرات منكم بالذات خاصة بتعدر أبوك كذا شكله بيطلع السحور فعاوزين نسمع عاوزين نسمع دقة السحور يا جماعة سمعونا يا نايم وحد الدايم يا جو يا صايم قوم اتسحر بالتاكيد رمضان يجمعنا على اجمل العادات واجمل حياه تعودنا على ممكن صوت المسحرات من حياه تدينا احساس الاطمئنان واحساس اللمه الحلوه وانه نكون خايفين على بعض على مدار هذا الشهر الكريم ممكن حابه يعني ارجع لك اسلام وممكن قبل شويه تكلمنا عن انه زمان الاكسسوارز بالنسبه للبنات السلاسل والخواتم وممكن حتى الاحزمه والحياه دي هي كلها اكسسوارات نسائيه أيوة. عالم الاكسسوار عندنا كبير جدا أيوة. كان الرجل ما عنده حاجه اسمها اكسسوار الرجال ما في مصطلح اسمه اكسسوار هسه الساعه يعني ممكن تكون اكسسوار الخاتم ولكن فيها اضافات جديده منها الليله اكسسوار او العكاز ايوه ممكن شكله يتغير زمان العكاز ده أيوة. بتاع الكبار الناس اعمامك الكبار ديل بالقنا ولا ايوه بالقنايه نعم. أيوة. تتعامل
كلمنا عن الاكسسوارات الجديدة في المجال. فالاكسسوارات الجديدة يعني بالنسبة للشباب، ففي العكاكيز اللي بتكون مصنوعة من الأبانوس. الأبانوس سوداني، صناعة سودانية وصناعة باليد يدوية، فبتختلف مقاس العصاية على حسب المناسبة وعلى حسب العصاية. يعني باسم العصاية زمان الوحدة، باسم العصاية أيوة، لكن شكلها تغير. لكن أيوة تغير شكلها وتغير تصميمها على حسب المناسبة ذاتها والزول وضعه شنو في المناسبة، إذا هو العريس أو صديق العريس أو أخو العريس. عندها كمان استخداماتها. أيوة أيوة فعلا. فبنلقى إنه مثلا في في في, في, في العرس العريس ممكن يكون شايل عصاية بتاعت أبانوس بتكون ضعيفة شوية وطويلة بالنسبة للعريس. أيوة. فأصحاب العريس وأخو العريس وكده فبكون لاعبين واحدة قصيرة كده بنفس الديزاين أو بنفس التصميم ده بنفس المقاس الطول. فدي بتميز بها أصحاب العريس أو أخو العريس أو أقربين العريس يعني. فالعريس دائما زي ما قلنا بشيل الطويلة بتكون أضعف شوية، فبيكون فيها تصميم هنا فوق في اليد على أساس إنه هي بتكون حاجة مميزة، حاجة واضحة إنه ده العريس وكده يعني. فتاني في اكسسوارات تاني، ما عارف هل الشباب السوداني هل وصلتهم او لسه، لا في بعض الشباب بيكونوا يعني دخلوا فكره البروش مع الجلابيه، مع فكره البروش مع على الله مع ولا مع البدل، مع على الله هي كانت مع البدل اساسا بقت تخش مع على الله او مع البدله، فبروش بيكون خفيف ما زي بتاع البدله. بتاع البدله أسي بيقى شغله كتير، بيكون ورده بالوان كتيره، شوف الريش حتى. ايوه الريش وكده الريش. فأسي بقت مع على الله او مع الجلابيه حاجه بتكون بسيطه، حاجه بلون فضي او لون ذهبي على حسب الحاجه اللي انت لابسها، بتاع مين تكمله بتاعه الماتشنج مع اللبسه بتاعتها كلها بتكون. التقنيه دي لكن ما خلي جهه اسلام، يعني زي ما بنشوف السعوديين اماراتيين بيستخدموا الاكسسوارز بتاعه قفل الجلاليب بتاعتهم وكده. ايوه فالاماراتيين بيستخدموا الحاجه دي مثلا بيكون لابسين سبحه صحيح لون كده مع لون الجزمه او مع لون القفله بتاعت هنا الجلابيه بتاعتهم، فالجلابيه بتاعتنا هنا ما فيها قفله فبتكون عاديه كده ما فيها اي شيء. فالشباب يعني زي ما بقولوا خارجيات الشباب وحاجات الشباب بيلبسوا البروش هنا في مع بيكون مع الزرار بتاعت على الله. فحتى الشباب ذاته الزراير بقت مو الزراير العاديه، بقت زراير مختلفه شويه، في زراير حق الحديد، في زراير كريستال بدل الزرار البلاستيكية التقليدية الزمان العادية ديك، فنوع من نوع التمييز برضو عند الشباب بالنسبة للعرالة بالذات يعني. طيب إسلام، نحن ننتقل من الاكسسوارز للشوز مع العرالة. أيوة. دائما في اختلاف كبير جدا، يمكن الحذاء بقى المركوب يمكن قاعد يندثر من العرالات والحاجات زي دي، بقوا يلبسوا معظم الشباب بقوا يلبسوا شوز يعني. أيوة. يلبسوا جزمة مع العرالة. زمان كان المركوب بس فقط مع الجلاليب، زمان كان المركوب بعد أيوة. شوية بقى الشبشب بعد أيوة. شوية شبط وجات المركوب دي اسلام، ما كان فيه منه انواع يعني. العريس ده مركوب بكون مركوب نمر اصلي. أيوة. أيوة. المركوب ده مدرجات. أيوة. أيوة. والتطور احكي لنا. أيوة. القصه بتاع التطور المركوب لحد ما وصلنا للجزم الكلاسيك اللي بيقول بسوها هسه. والله طبعا يعني فكره المركوب دي يعني مؤخرا لحد قبل 6 سنه 7 سنه فكان اخر زول بيلبس الحاجه دي العريس، يعني كنوع من انواع العادات بتاعه القبيله بتاعته او التقاليد بتاعتهم او كده. فهسي مؤخرا بقت يعني بقينا ماشيين في السنوات الاخيره دي حتى العريس ذاته بقى يتخلى عن المركوب. فهسي في الوسط بتاع الشباب نادر ما تلاقي لك زول لابس له مركوب في عرس او في حنة، سواء كان هو العريس او صاحب العريس او قريب العريس او كده. حتى هسي ابوات العريس ابو العريس ذاته كلها لابس مركوب. تعرفين الجزم اللي هي كانت أيوة. تلبس مع البدل. ايوه فعلا. فهسي بقت الجزم الكلاسيك، فحتى جزم البدل عند شكلية براء، جزم على الله عندها شكلية براء، بقت جزم على الجلابية عندها شكل براها. فبتحس انه في الجزمة حقت الجزمة الكلاسيك حقت البدلة فبتكون ضيقة شوية، فحقت الجلابية او حقت على الله بتكون وازعة شوية في الفتحة بتاعت الدخيل الكراع يعني. صحيح. فأسي حتى الشباب ذاته ممكن تزعلك زول المركوب ده اصلي ولا ما اصلي، او ده بلاستيك ساي او المركب يكون جات جديد حقت الميدين شاينا او كده دي، فممكن عارفين هل ده مركوب حقيقي او مركوب فيك ساي او كده. أيوة. او كده. فالناس بقت ما عندها علاقه بالحاجات دي. فاكثر الميول بقى على الجزم الكلاسيك، فتصميمه كيف ولونه كيف وفكرته ذاته كيف وطريقه لبسه ذاته مع شنو، فبقى ميول الناس تفكير الناس في الحاجات دي كده يعني مثلا. جميل. برضو ان احنا يا ويام ننتقل لعفاف،
وبرضو نسأل عن التقنيات اللي بتستخدم في التصاميم، لأن أنت تصمم الثياب. التقنيات بتاعت الثياب، في التقنيات التقليدية العادية اللي هي الطباعة والرسيم والجليتر والحاجات العادية، لكن أي إضافة أو أي تقنية يعني إحنا بنلقي إنها بتجي مع القماش مع الفابريك فبندخلها بنضيفها. ما إحنا في النهاية عايزين نضيف لمسة جمالية ترغب الناس في الحاجة دي. طيب الحاجات زي دي يعني مثلا بتتلصق كيف؟ يعني ما بيمشي فيه خيط، فكيف الحاجة دي بتتلصق باش يعني؟ في غيرة خاص بالقماش فابريك كلو وخاص بالأقمشة، إحنا بنركب به الحاجات دي بالهاند ميد، وممكن برضو نشتغل به شغل الجليتر نفس الغيرة بنرسم به الرسم إحنا عايزينه وبنشتت الجليتر باللون اللي هو بيكون ماتشينج مع الأرضية بتاعت التوب. جميل. عفاف أنا لاحظت مؤخرا إنه في بيجا توب ما عارفة أسميه الكاتشكول الكوكتيل، فيه بيكون بخ وجليتر والتطريز بيكون فيه كل الحاجات وبيكون كولورفول، هل ده بياخد معاكم زمن طويل وده بيكون مطلوب الاونه الاخيره ولا عيني بقول لك انا دايم؟ والله هو مطلوب. اسي شغل الماندالا ده برضو شغل كتير جدا وتفاصيله دقيقه شديد، واحنا في شغلنا كله ما حددنا التفاصيل بكريستال كله ما طعمنا الشغل وبقى احلى، فما بالك لما تكون التفاصيل صغيره 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 وكثيره، الشغل بيكون مرهق جدا. بياخد كم ساعه؟ كل ساعه قبل كم يوم كم يوم اي بياخد ايام، حتى لو معاكي ناس تساعدك بياخد منك. لكن احنا السودانيين عندنا يعني عرفنا انه بعد بكره عرس فلانه بتخالتك انت عايزه تطلع في 5 ايام، ودائما بيحصل المشكله ما بين المصممه وما بين الزبون، انت اخرتي لي توبي، انا هسي مناسبتي بكره، الاكشن ده قاعد يحصل لك؟ طبعا بيحصل، لكن انت من الاول تحطي نفسك في السيف سايد بانه انت بتكون عندك تصاميم جاهزه اوريدي، بتوريها التصاميم الجاهزه، اذا اختارت منها اوكي، اذا ما اختارت منها بيبقى ما عندها خيارات كثيره طالما الزمن بتاعها ضيق انها تختار توب فيه عدد من التقنيات. ما عندها الخيار ده. المده الزمنيه اصلا المحدده كم لتسليم التوب عندي؟ اقل توب بياخذ يومين. اقل توب يومين؟ اقل توب. انتوا بتشتغلوا ده كله في يومين بس يعني؟ لا التقنيات دي شويه صعبه بتاخذ زمن، لكن في تياب خفيفه ممكن تاخذ يومين، في تياب تقل ممكن تاخذ 20 يوم. 21 على انت شغالين عليه؟ هاي 21 يوم من الصباح لحد العصر نفر او اثنين او ثلاثه يكونوا شغالين على توب، لكن ده بيكون فيه عدد من التقنيات. يلا المشكله بتبقى وين؟ بتبقى ان انت كل تقنيه لازم تاخذ زمنها وتجف حتى تدخل على التقنيه الثانيه، ده اللي هو اللي بياخر الزمن، لانه لو دخلت التقنيه دي ودي لسه لينا واشتغلت التقنيه الثانيه شغلك ما بيكون نظيف. والفينشنج مهم جدا، والمراه السودانيه نظرتها الثاقبه وبتعرف التوب النظيف ولا التوب ما نظيف، صح؟ واحد يدخل قروشه في توب ما نظيف. اكيد. انا برضه يا وئام ننتقل لسعد ابي مع السهره الجميله واليوم الجميل، حتسمعنا شنو؟ طيب نسمع الليل بقضينا واح على الحبيب الراحه. يا سلام نسمع. الليل بقضي نواح على الحبيب الراح، الليل بقضي نواح على الحبيب الراح، الشاسعة العين وخلاني يوم ارتاح، تغيب يا زود اوعاك لا تتم الحول، اوعاك لا تغيب يا زود اوعاك لا تتم الحول، اوعاك لا تغيب يا زود اوعاك لا تتم الحول، دايرك ليت زين همي ودايرك للصداع وانا دول خايف من عوارض اللي خايف ما اشوف عينك، دار الفرقه
تبقى علي خايف ما اشوف عينيك 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 عليا. اسلام كثير اسلام شكرا على هذا الابداع. الفرقه الموسيقيه المصاحبه كالعاده تبدع في اجواء هذه الليله. وعوده لك من جديد سيد احمد. سيد احمد يوم الوقفه جديده يوم الوقفه قصه طويله من يوم الوقفه دي خاف ممكن تذكر يعني تذكر احداث كثيره يوم الوقفه. فأنا ما يعني دائما بعتقد انه الشعب السوداني يتاخر شويه لانه هو يبدا حاجاته بنتفاجئ بالعيد بيجي نفاجئ كل سنه. فيوم الوقفه بنلقى في ثلاثه احداث بتدور في السوق. ضيعت طريق وماشي ما خلصت لي حاجاتي. التصميم ده ما بيشبه اللي قلت لك خليه عندك تمام كله موجود فعلا. كيف بتتعامل مع الاسترس وبتلقى واقف قدامك كله برود؟ ايوه انتم متهمين انتم متهمين بانه انتوا يعني في نهايه العيد كده في افتراء بيحصل كده. لا 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 رفع الاسعار. ايوه رفع الاسعار. لا 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 لا, لا. رايك شنو؟ ما افتراء عند البياع افتراء عند لكن الترزي لا لا ما في افتراء. طيب زي ما ذكرت وئام كيف بتتعاملوا مع الضغط ده يعني كيف بتتعاملوا كيف؟ والله بس بتكون بارد يعني خاصه انه الشعب السوداني ما عنده اخلاق يعني خالص. ما عنده اخلاق عادي ممكن يديك الجلابيه ويقول لك يعني خاصه انه معظم الشباب السوداني ما عنده اخلاق للحاجه دي فيقوم بيخش عليك بيقول لك يعني مثلا الجلابيه دي طلع عليها بعد بكره. لا ده ما انت من البدايه بتحسمه ما في طريقه. ايوه المشكله في ما في طريقه دي انه ما في طريقه ولا تعزز زي ما بقول. لا لا ما تعزز بيقوم فعلا ما في طريقه فعلا بيقوم. المشكله انك انت تستلم وبعد ذلك يجي هو صاحب حق هو ما لما يجي يسلمك بيتودد وبحنس وكذا لكن لما يجي عشان يستلم اغل العكس انت خلاص بيعذبك. ايوه في يوم الوقفه يوم صعب شديد جدا جدا بالنسبه للخياط. فيه حاجات بتكون ضاعت في حاجات بتطلع غلط. الضغط ليه الخياط ما بيرتب حاجاته؟ والله مرتب لكن الضغط بيكون كثير. وبعدين عايز يرد اي زول يعني في زول بخيط عندك خلال السنه كلها فحيقوم يجيك في رمضان ما حد تقدر ترجعه. الجار حيجيك صاحب الزبون حيجيك مجاملات. ايوه فبترديهم تستلم فتبقى المشكله بعدين في تسليمهم. التسليم بيكون أيوة. صعب جدا التسليم. ايوه فالمساله صعبه شديد يعني يوم الوقفه يوم ملحم. برضو ننتقل لاسلام. اسلام النو يمكن التعامل مع العيد بيكون صعب جدا خاصه ان العيد معروف بالمناسبات والمناسبات. أيوة. انت مرتبط جدا بالمناسبات بالعلى الله وبالجلاليب والحاجات دي فانت كيف بتحاول ان انت توفق ما بين الزمن وما بين انك انت تسلم برضو الحاجات دي في وقتها؟ والله دائما الحاجه دي او يوم الوقفه باعتباره زي ما بقول زي يوم الوقفه عندنا زي يوم الغيام عندنا نحن. الجوطه والشربكه وحاجاتي ما جبتها لي ودي ما زررت طلبتها انا ده التصميم حقي انا واللي جبتها لي قصيره لا عدل لي هنا. فانت بكون عندك زباين لهم سنين معاك وحتى بكون عندك علاقات معاهم ثاني غير علاقه انه زبون وكده. في علاقات يعني مثلا صداقه في علاقه زماله قديمه علاقه قرابه كده فما تقدر تحرك زول ما بتقدر تقول له يا اخي لا انا ما حستلم منك فكده حيكون عندك ضغط عالي عليك انت في اليوم ده بالذات او في الايام الاخيره حقت ايام العيد دي ايام الوقفه دي. فانت بتحاول يعني توفق الحاجه دي من بدري يعني بتحاول انه مثلا تدي ناس مواعيد اطول من المواعيد حقتهم. تعمل احتياط لنفسك تدي مواعيد اطول عشان ما تسحب نفسك. حتى اذا انت لقيت زمن فاضي في الزمن حقك ده ممكن تشتغل حاجه لزول ثاني جاك. طب اللي بيجيك في الايام ضيقه اصلا. فانا اصلا بكون منظم روحي ومسيستم على روحي بكون عارف انه مثلا يا اخي الموسم حقي زي ما جايين هسه عيد رمضان جاي علينا بعد كم يوم ده ان شاء الله. ان شاء الله. ف يعني حكون خاطي انه مثلا حيجيني صاحبي ذاك اللايوق ذاك الثقيل ذاك بيجيك عليك الله وانا زولك وانا صاحبك. ايوه. فانت بتقدر تحرج انت. بتخد فايد زمن. بتخد فايد زمن بتخد فايد بتاع مثلا يعني انا حيكون عندي 150 شخص ديل انا خاطي لهم حاجه كده مكانها يعني خاطي لهم مساحه او خاطي لهم سبيس انه حيجوني يعني كم ما جوني فلان الفلاني حيجوني فلان الفلاني كم ما لي كم ما لي فبتحط لك كم خانه كده
تحسبا للظروف اللي بتحصل لك يعني. فالزبائن اللي بيجوا من بدري في ناس زبائن واعين، زبائن يعني مثقفين زي ما بيقولوا، فديل بيجوا في بداية رمضان، أول يوم في رمضان، ثاني يوم، لحد خامس يوم، سادس يوم، ديل بيجوا من بدري فبريحوك بريحوا روحهم. لكن لازم تفكر في الحاجات دي في البداية. السودانيين ما شاء الله عندهم فضل العيد خمسة يوم، نمشي شيل حاجة العيد كلها قبل خمسة يوم من العيد. بيجوك يوم الوقفة، في ناس أنا في يعني ما شاء الله ما شاء الله يوم الوقفة في ناس بيجوني يعني في السوق العربي الصلاة العيد فضلها ثلاثة أربع ساعات. حاجاتنا هنا والصلاة قربت، فقلت لهم أنت حتشيلها بتين وحتغسلها بتين وحتلبسها بتين، لقيت بس سلمنا لها، مش اديتنا مواعيد كده كده، بس سلمنا لها أنت من استنانا نحن يا جماعة. العصبية تبدأ، بس تبدأ العصبية والزعل. تتعامل مع العصبية كيف؟ بالطردية يعني، محا مش محا خلي ذول يطلع مني وهو زعلان. زباين ممكن يعني زي ما بقوله ممكن احنقه يا اختي معلش ما قدرت اسلمك هو، فانا من الاول بوريه، فانا يعني يوم لكم حقدر اسلمك، ممكن اسلمك اول يوم في العيد تعليمه ممكن تشتغلوا ايام العيد، فبكون مضغوط انا ومجبور انه اجي. ففي ناس بيكون عندهم مناسبتهم ثالث يوم في العيد، رابع يوم في العيد، فقول يا اخي انا ما عندي مشكله، ممكن بس خلوا الناس يصلوا العيد يا جماعه واجيكم راجع ثاني اسلمكم حاجاتكم واقف معاكم واظبطكم وكذا، فما في مشكله بعد ذاك. جميل. ففي الناس اللي بيجوا متضايقين، و اصلا يعني زي ما قال اخونا سيد، فهو في البدايه بيجي هو كمتودد، لما يجي يسلم بيجي يسلم كسيد حق كزول قلع وزول مشاكل وزول شكل وكذا، فالزي دي تم تشاكله. فامكانك انت ممكن تشاكله، ممكن تقول يا اخي خلاص هاك شيل قروشك امشي، فانت بتستعمل معه تعامل زي ده، فبتحاول ترضيه، فخلاص يا اخي عندك جلابيه عندي فما طلعت، فممكن تضطر اربع خمس ساعات ثاني وسلمك ليها، حديك معاه سروال هديه يعني عشان ثاني ما تضايق وما تزعل وكذا، وتحاول تخش في باب الطردية مع الناس عشان صحيح. ما تفقد الناس. جميل. في نفس الوقت عندنا السمعة نحن برضو نعم السمعة هي مهمة جدا. جميل. في أي عمل. ولكن سؤال سريع عليك أنت وسيد أحمد، يوم العيد أنت بتصمموا لنفسكم ولا بتنسوا؟ أنا شخصيا عن نفسي بصمم قبل رمضان بأسبوع جلابية العيد حقتي، بتأمن نفسي يوم بدري لأنه عارف الحال اللخمة والبتاع والجوط وكذا، فما حتذكر أي شيء، ممكن الواحد ما يتذكر نفسه ذاته. أنا ويوم في العيد بكون نايم بالتعب الشديد. ايوه بكون نايم والله بالتعب الشديد. انا بعيد ثاني يوم. بتلقى نفسك كده بمسافه تطلع بها حاجه تلبسها؟ والله الحاجه اللي عاده بشيل الحاجه المفضله، الحاجه الباقيه وبتلبسها وخلاص. بلبسها وخلاص. يقول زي ابو باب النجار صحيح. استاذ عفاف، لما نحن قلنا يوم الوقفه لما خافت وقالت ده يوم الزنقه اسمه، فالمواقف شنو بتحصل لك والضغط كيف بتتعامل معه؟ الزبونات النساء خاصة أيوة. أحيانا والله الحمد لله أنا ما وقعت في حاجة زي دي، لكن يمكن دائما الضغط بتجي لو الواحدة هي عندها مناسبة وتوبة مثلا فتحته لقيت فيه بقعة، لقيت مثلا التصميم خفيف أو فيه حتة بهتت أو كده، هي بتكون هي المزنوقة ما أنا، فبتجي تقول لك والله مناسبتنا بكرة ممكن تصلح، لكن أنا الحمد لله دائما قاعدة أدي نفسي مسافة وحاول الايام الاخيره منها والعيد مخليها لنفسي يعني مرازاتها ويكون عندها محتاجه لزمن لنفسها. نعم. لكن استاذ عفاف يعني انت تفاصيلك بتختلف من سيد احمد ومن اسلام كثير، لانك انت مراه والمراه في السودان في البيت في رمضان ما شاء الله عارفين انه مسؤولياتها بتكثر شديد. كيف بتنسقي بين انك عندك طلبيات العيد وشغل البيت وفي زحمه بتحصل يوم الوقفه؟ يعني ما شاء الله سبيقه في وعي شديد جدا عروسات العيد، احنا من هسه بنشتغل لهم من بدري من بدري، هم ذاتهم بيجوا يجوا من بدري زي ما قلت لك قبل، واحده يقول لك عايزه توب لماما، عايزه توب لكده، عايزه توب للرقيص، عايزه ماما يوم الرقيص تلبس معي كده، فمن بدري هم عشان عارفين التفاصيل كثيره فبيجي في الوعي والثقافه بتاعت من بدري دي. يعني الحته بتاعت قريب العيد دي ما انت بتزحم نفسك فيها في السوق، لانه للاسف الشديد السوق السوداني ما بجيب الحاجه الجديده والحاجه الموضه الجديده الا منها والعيد، يقول لك والله بضاعتنا ما وصلت، ده الشيء اللي بخلي الناس تيجي اخر ايام. لكن انت لو جبت بضاعتك بتاعت العيد من الاول والناس اشترتها، الناس هتجي بدري وهتشتري، بالعكس الزول احسن له انه يجهز من بدري، لكن زحمه السوق سببها. طيب بتكفلوا 200 باب الحجوزات خلاص قفلتوا الحجز، احنا ما دايرين نستلم اكثر يعني بعد الزمن ده؟ ما بتقدر تستلم اذا كان كل الحجوزات بتاعتك بتنتهي منها والخمسه على 10 ايام الاخيره بتاعت العيد، اي شغل بيجي بعد كده ما بتقدر تستلم وبيبقى صعب شديد. نعم بالتاكيد، يعني ان شاء الله ربنا ما يجيب ضغطه وتكون زباينكم دائما رضيانين، انت دائما بتقدموا الافضل.
ممكن احنا كده يعني وصلنا لختام حلقتنا اليوم. صراحه انا وصيف ما كان نفس اللي تنتهي الحلقه، كانت جميله وضيوفنا كانوا جميلين، كانوا جميلين وانيقين بزيهم وبلبسهم وبالحاجه اللي ايوه بس العروسه طلعت والعريس لبس يعني والفنان جاء لا نشرف والله يا جماعه ضبطنا يا سلام الف مبروك نقول الف مبروك بعد وهدته بجهد تشيلوا معاك ايوه خلاص اشيل ده اشيل جلابيه صحيح شكرا لك كثير سيد احمد مبسوطين جدا بكم ورمضان كريم عليك نعاد عليك بالصحه والعافيه شكرا لكم نورتنا كثير اسلام النو نورتنا والتصاميم الجميله كمان وتصاميمكم الليله ممكن ازدانت على ديكورنا جمالا اكيد اكيد شكرا لك كثير مدام عفاف شكرا لكم كثير نورتينا ونورتينا بتصاميمك الجميله استم الله يكرمك سعيده جدا بوجودي معاكم وسعيده جدا بوجودي في قناه الهلال وسنه سعيده عليكم ان شاء الله ان شاء الله نعم بالتاكيد ممكن يعني وصلنا لمحطه الختام معاك واحنا سعيدنا بك جدا وممكن يعني الليله انت غيرت اجواءنا وما شاء الله الموسم جاي عليك حتى المود ذاته غيرنا انا سعيد بكم جدا وان شاء الله نكون خفيفين على المشاهد وحابب اشكر الفرقه الموسيقيه تحية لكل الفرقة الموسيقية الفرقة الموسيقية اللي أبدعت الليلة بالدق بتاع السحور شايفاها حضرتك النقطة بتاعتك أيوة كانت جميلة جدا والله فلو سمحتوا لي عاوز أهني الشعراء أو مثلا أشكرهم يعني أول حاجة بدون فرز يعني كلهم أحمد البلال فضل المولى خالد الشقوري منتصر العاقب فالتحية لهم رمضان كريم عليهم إن شاء الله رمضان كريم عليهم كلهم سعادة بتختم لنا الجلسة الجميلة دي طيب اختم باندب حظي ام امالي بالتاكيد احنا حنسمع سعدابي ولكن بكده مشوارنا المسائي لليوم انتهى بالتاكيد اتمنى نلاقيكم في سهره جديده من هلال رمضان وانتم تامين ولامين وتجمعنا شاشه اللون الازرق ودائما المحبه والموده سعدت جدا برفقتك وانا سعيد جدا برفقتك وام ويمكن وقت السحور يمكن خلاص على نعم. الاعقاب يمكن صحيح. اكيد بالتأكيد. اكيد ولما السحور برضه حلوه زي لما الفطور يعني بالتأكيد. اكيد نعم الله يديم اللمه والمحبه لحد ما نلاقيكم في مشوار مسائي جديد اقعدوا عافيه نسمع سعد أصلي بين الجناب العالي
وحب ما نفعاني يوم ينعون لا تنعاني عندك حظي أم أمالي دهري قصرني مالو مالي Yeah.